اللي نشفى عليهم نبدا لك من ابسط الامور. تفضل. نبدا لك من الحلاقه. نبدا لك من الحلاقه. كانت تيري تدينا عند الحفاف، كانت يما تعبت عليا. واش مهما راح نحكي لك وما راح نقصرك ما تصور. شوف الحفاف، القش، تحواس، اي حاجه صغيره وكبيره تعبت علينا الوالده. كانت امنيتها الواحده انه نوصلوا ونرتاحوا في حياتنا وانه نكبروا. الحمد لله احنا الوقت هذا رانا كبار، الحمد لله كبير ربي سبحانه. الوقت هذا رانا كبار. انا امنيتي وامنيه خاوتي كامل انه نديروا الوالده عمر.